موسم تمصريت موسم سنوي ينظم خلال النصف من شهر رمضان الأبرك بساحة باب الخميس بتارودانت، والهدف المساهمة في خلق دينامية اقتصادية وسياحية وأنشطة مضرة للدخل بالنسبة للساكنة المحلية. واحد العرس سنوي كيتلموا فيه مجموعه من الحرفيين ديال الصناعه الفخار في المغرب كامل، كاين الفخار ديال الاسفي، كاين امزميز، كاين ديال تارودانت، كاين ديال تيزنيتش وكيتباها، يعني جميع المناطق، كاين ديال واد لاو، يعني جميع الفخار ديال المناطق في المملكه عامه يجتمعون في هذا الموسم. هذا الموسم الذي يعرف مشاركة أكثر من 170 عارضاً ومبدعاً في الأواني الخزفية يشكل فرصة سانحة لهم لتحريك قاطرة النمو الاقتصادي المحلي. هنا قدام هنايا كنجو كنترزقوا بها الله المدة ديال واحد 17 سنة ولا 18 كنجو نزوروا هذا المكان هذا. الحدث المنظم من طرف جماعة تارودانت بشراكة مع الغرفة الجهوية للصناعة التقليدية لسوسماسا والمديرية الإقليمية لوزارة الشباب والثقافة والتواصل من شأنه إبراز الدور الهام الذي يتطلع به الصناع التقليديون من أجل الحفاظ على هذا الموروث المغربي الأصيل.